الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كلامه العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأما الدرجات فإطعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام أو كما قال عليه الصلاة والتسليم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المحترم الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، ربنا زدنا علما وفهما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا بحق الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم. يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جزى الله عنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله.